احنا مع الشرعيه تمام بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. اولا وضع القوات المسلحه في اليمن وفي تعز بشكل خاص. في اليمن القوات المسلحه النظام السابق عمل على شق الصف بين القوات المسلحه، ونتج ذلك في 2011 يعني انه ظهر الشق الوطني والتق الاسري او العائلي بالقوات المسلحه، وهذا كان عمل للنظام السابق، عمل منذ البدايه على وجود هذا الشرخ داخل القوات المسلحه، برغم انه ضباط وافراد القوات المسلحه بالكامل يدعون الى الوحده الوطنيه للجيش. يعني ضربت المعنيه القوات المسلحه بمؤامره تحالفيه بين النظام السابق وحلفائه المعروفين يعني في انهاء الوحدات. الآن وحدات عسكرية تضرب معداتها، تضرب أفرادها، يشردوا أفرادها من أجل إيش؟ ضرب القوات المسلحة في اليمن بشكل عام. وبالنسبة لتعز برضو لها النصيب الأكبر من هذه الضربة. يعني أفراد القوات المسلحة بالكامل الوطنيين يعني تركوا وحداتهم مجبرين، وخاصة الأفراد والضباط اللي من محافظة تعز وإب والحديدة وبعض المحافظات الأخرى، هذا تركوا مواقعهم في الوحدات ويعني راحوا. يعني أغلبهم تصور أنه لا يستطيع السلاح الشخصي، لا يستطيع أن يحمله. ما يجري في تعز الآن هو اعتداء صارخ بكل ما تعنيه الكلمة، اعتداء على تعز. تعز السلمية، تعز اللي نادت السلمية، تعز اللي تنادي الديمقراطية تضرب من كل الاتجاهات. ليش؟ لسبب واحد فقط، انهم تمردوا على المتمردين بعد. انهم تبعوا الشرعيه وتمردوا على المتمردين. الان مثلا الشرعيه، احنا نقول يا جماعه احنا شرعيه الرئيس هادي والحكومه وحكومه الوفاق اللي كانت والان الحكومه برئاسه الضحاع. يعني هذا شرعيه داخليه وخارجيه يعني. هل موجود شرعية أخرى؟ ما فيش، في تمرد بالمقابل. أبناء القوات المسلحة من محافظة تعز يجب أن يكونوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن تعز والدفاع عن الشرعية وعن تعز، عن الكرامة والعدة. وأيضا كل المسلحين وكل أبناء تعز الأحرار والشرفاء أن يكونوا مناصرين لهؤلاء الأفراد والضباط من أفراد القوات المسلحة والأمن ليعودوا الشرعية إلى مكانها. الجانب اللي يعاني من الأفراد والضباط والهذا هي الجانب السلاح المادي، لأنه الوحدات كلها تحت سيطرة يعني المتمردين، والسلاح يعني كله واللي مع المقاومة يعني الشيء البسيط جدا، يعني إلى درجة يعني ممكن ما يحصلوش حتى السلاح الشخصي. فاحنا هذا الجانب اللي ينقص المقاومه فقط، يعني معنويات مرتفعه ومدافعه ومصره على اخراج المتمرد مهما كان يعني، وان شاء الله قريبا. احنا كان طلبنا الوحيد من الميليشيات الحوثيه ان تعود الى محافظاتها، الا يعتدوا على تعز، وهذا هي اكبر هدنه. اذا تركوا تعز يعني هذه الميليشيات المقاومه الشعبيه ستعود الى اعماله على طول، يعني بدون اي تردد، يعني بيتركوا السلاح ويرجعوا لاعمالهم، طلبه ومدرسين وقضاة ولا ذا ملتحقين في المقاومه الشعبيه. بمجرد ما يروح الاعتداء بيروحوا على طول والامور امن. القوات المواليه لصالح نقول لهم، انتم ضباط وافراد في القوات المسلحه الوطنيه، يجب ألا تنقروا في خلف شخص أو جماعة أو حزب، انقروا خلف الوطن يعني. ونقول لهم أن السلاح اللي يستخدم ضد الشعب وضد المواطن هذا ملك الشعب، يعني ويعتبر جريمة حرب عندما تستخدموه ضد المواطن. ونقول للحوثيين، أنتم من أبناء اليمن ومن خيرات قبائل اليمن، فلا تعتدوا على أحد في محافظة تعز وتعودوا للأذوة ويكون لكم حزب سياسي تعملوا ما يعملون السياسيين. شكرا. وشكرا.